أخيرا نشكر هل نشكر السادة الوزراء الملائي اللي قدموا به الإصلاحات. صحيح الوضع الاقتصادي صعيب وحرج، ولكن مش بالدرجة اللي صرفوا فيها، لأن الحلول ممكنة وموجودة، وإن شاء الله سترى النور في القريب العاجل، ومنهم من أدينا فيهم. على كل حب نطمن الناس وأنه رانا نشتغل ليلا ونهارا على تجاوز هذه الصعوبات. كذلك تبنت الحكومة وعبر وزارة الشؤون الاجتماعية نهجا إصلاحيا شاملا يقوم على دعم الحماية الاجتماعية بالأساس لفائدة الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل عبر وتعزيز قدراتها على الاندماج والإدماج الاجتماعي والاقتصادي. فيما يخص البرنامج الكبير في وزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج الأمان الاجتماعي، وصلنا في إرساء قاعدة بيانات لحوالي 1,000,000 عائلة تونسية، وتم في ذلك إسناد معرف اجتماعي وحيد لكل أفراد، ووقع اعتماد قاعدة بيانات الأمان الاجتماعي في إسناد مختلف برامج المنح المالية والمساعدات الاجتماعية، وتخصيص اعتمادات بميزانية الوزارة لسنة 2022 بقيمة 840,000,000 دينار للنهوض بالفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، منها 687,000,000 دينار بعنوان تحويلات مالية شهرية للعائلات المعوزة. قمنا أيضا بالترفيع في قيمة المساعدات المالية الشهرية من 180 دينار إلى 200 دينار شهريا خلال سنة 2022، وكذلك رفعنا في نسب وفي عدد المنتفعين بهذا البرنامج من 271,000 إلى 310,000 عائلة، يعني زيادة فوق 40,000 عائلة. إن شاء الله من هنا لآخر 2022 ستتمتع بال 180 دينار وال 200 دينار. نعرف في الظرف هذايا إنه ال 180 وال 200 دينار هذيا باقي شوية وماهيش حل. لذلك مشينا في دعم برنامج التمكين الاقتصادي اللي من خلاله أسندنا وما زلنا نسند لهذه العائلات الفقيرة والمحدودة الدخل عبر هذا البرنامج منح تصل إلى 50,000 دينار، وذلك من أجل خلق الثروة وليس التعويل فقط على مجهود الدولة، ولكن على أنفسهم واللي بشي سبحانه انه زاد بشي يخلق مواطن شغل. اعتمدنا منهجية جديدة في ادراج العائلات المنتفعة ببرنامج الامان الاجتماعي، وتضمن شفافية وترتكز على نموذج التنقيط وعلى مفهوم الفقر المتعدد الابعاد. قمنا برقمنة خدمات العلاج المجاني والعلاج بالتعريفة المنخفضة وإحداث سند علاج إلكتروني موحد أمان، وسيتم توزيع حوالي 500,000 بطاقة على كامل الجهات قبل موفى سنة 2022. وكذلك أحدثنا مولود جديد وهو مهم جداً، هو المجلس الأعلى للتنمية الاجتماعية، وهو إصلاح مؤسساتي هام و
وسيتولى ضبط الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية وأحكام التنسيق بين جميع المتدخلين في مجال التنمية الاجتماعية، وذلك بغاية الحد من الهشاشة الاجتماعية. متعنا كذلك حوالي 129 ألف طفل لم يتجاوز 6 سنوات من أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل بمنحة مالية بقيمة 30 دينار شهرياً عن كل طفل في الكفالة ودون سقف. وسيتم تعميم هذه المنحة على أبناء العائلات المعوزة إلى حدود 18 سنة لكل الأبناء ليبلغ العدد حوالي 150 ألف طفل. وسنعمل على تمكين أبناء العائلات محدودة الدخل من منحة شهرية أيضا ليبلغ العدد إلى 500 ألف طفل إن شاء الله في من هنا الموفى سنة 2022. كذلك كما سبق وذكرت في برنامج التمكين الاقتصادي، عملنا على دعم الإدماج الاقتصادي للفئات الفقيرة والمحدودة الدخل. الخط التمويل هذا لتوفير موارد رزق فيه 8 مليون دينار إلى غاية الآن. إن شاء الله نخط الرفع في المبلغ. في مجال مهم وهو رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، قمنا بإعادة هيكلة برنامج النهوض لذوي الإعاقة وفقاً لتصور يأخذ بعين الاعتبار وضعيتهم ويضمن حقوقهم. ونعمل على إحداث المركز الوطني للتربية المختصة ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. كذلك من خلال برامج مهمة قمنا بتقعيد استراتيجية وطنية للإدماج المدرسي للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك لإعادة إدماجهم في الحياة المهنية والشغلية قمنا بتفعيل الاستراتيجية الوطنية للإدماج الاقتصادي وتخصيص 2% من مواطن الشغل في القطاع العام والخاص تسند حصرياً للأشخاص ذوي الإعاقة.